بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة أنا قلت أما أجرب مصر 17، فجيت طبعا اتلاقيت المكان زي الزفت، يعني لازم يتنضف. فنضفته اهو، نضفته وظبطته وبدأت علفته، يعني علفته بدأت يعني بدأت تسحب حبة حبة، يعني مش زي الموسم. أنا عارف لسه الموسم بدري عليه، بس قلت أما أجي أنضف المكان اللي بقعد فيه السنة طول السنة، يعني المكان اللي بقعد فيه طول السنة لازم يكون متنظف كده ومتظبط عشان ما اجيش ايه بعد كده اتعب. فجيت نظفته وظبطت وعلفت كمان، يعني علفت غله بس. فنشوف كده لو في حاجه كده مع بعض ونصور. خليكم معانا، رب ان شاء الله ربنا رزقنا خير. بص يا جدعان، اول سمكه اهي، شبرايه خضراء. بص ده كفافي وحش، اقسم بالله. يلا خليكم معايا. غله ورايا الخضرة من الزيت.